يا سلام، وحشتوني وحشتوني جدا. انا اسمي استاذ ابو لمعه. ابو لمعه يعني بقول كل حاجه مهمه وكل حاجه. ايه ده، مش عارف اقعد، ثواني يا جماعه. المهم يعني انا اول حاجه عن نفسي اقولها لكم دي نصيحه لله، يعني حاول تنسى الهموم اللي انت فيها شويه عشان تقدر تستوعب الهموم الجايه جديده، يعني كده فاهم؟ يعني حبيبي يا حبيبي، انتوا ناس جامدين، انتوا ناس حلوه قوي يا جماعه. الناس بقى يعني انا عايز افهم حاجه، يعني مثلا في الافراح وفي ال يعني شويه معازيم، يعني افراح الناس تطلبك في المصايب، انما في الافراح يقول لك معلش والله اصل الحاجه جت كده على طول بسرعه. يعني ليه يعني دلوقتي جت بسرعه؟ ما انا عايز احضر فرح يا جماعه، ما ينفعش. ياه، انا كان نفسي اوي اكبر عشان ما اصحاش الساعه 7 الصبح، عشان انا كنت في المدرسه، يعني لما كبرت بقيت بصحى 5 عشان مدرس. عارفين انا مدرس ايه؟ اكتبولي في التعليقات لو انتوا عارفين. انا اسمي استاذ ابو لمعه، ماشي. المهم بقى في حاجه انا هموت هموت واعملها. مطلوب دلوقتي منكم، مطلوب غواص ابن حلال بس يدور لي على كل الخير اللي انا عملته ورميته في البحر. اصل قال لي لما تعمل خير ارميه في البحر لحد ما فلست. اه يا سلام، ليه ما عملوش عيد للاكل؟ نروح مطاعم وناكل كده ببلاش بدل عيد الحب دوت وقله الادب. ما ينفعش، انا جعان. بقول لكم ايه، على فكره الرجاله، بس الرجاله هم مش خاينين، عشان انت عمال تقولوا الرجاله خاينين خاينين خاينين، وده يعني ما ينفعش يكون خاينين. بس انتوا يعني بنات، يعني مش عارف اقول لكم ايه، يعني كل واحده احلى من الثانيه، نعمل ايه يعني؟ انا اسمي استاذ ابو. ايه ده، انت مين؟ ايه ده يا لولو، انت بتعمل ايه؟ انا مش لولو. ايه ده استاذ ابو لمعه، انت بتعمل ايه هنا؟ طالع على النت. على النت؟ امشي دلوقتي، امشي بقول نصايح. عايز اعرف حاجه بس، هو عيد الحب ده بياكلوا فيه ايه؟ بتاكلوا فيه ايه؟ بقول لكم ايه، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا شير، ماشي. ولو انتوا قلتوا لي انا شغال ايه اكتبوا لي في التعليقات. احساس يعني، سلام. هو بيقفل منين إيه؟